فلج الملكي، ويقع في ولاية إزكي بالمنطقة الداخلية، وهو معلم آخر من المعالم الأثرية التي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي، حيث يعتبر هذا الفلج من أقدم الأفلاج الموجودة بالسلطنة، وتعود تسميته بهذا الاسم نسبة إلى مالك بن فهم الأزدي. ويعتبر الفلج من أكبر الأفلاج من حيث عدد السواعد المغذية، حيث يبلغ عددها 17 ساعداً. ويروي الفلج مساحات كبيرة من المزروعات وبساتين النخيل، ويتفرع الفلج إلى قسمين، يروي أحدهما قرية النزار، أما الآخر فيروي قرية اليمن، اللتين تعتبران من القرى الأثرية القديمة بالسلطنة.